ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. تكلم عن النظر إلى النساء الأجنبيات. يحرم النظر إلى النساء الأجنبيات أي غير الزوجة والأمة بشهوة إلى الوجه والكفين وغيرهما، يعني لا يجوز للرجل أن ينظر من المرأة التي ليست زوجة له وليست أمة له، لا يجوز أن ينظر بشهوة إلى وجهها وكفيها. أما إذا نظر إلى الأجنبية بغير شهوة إلى وجهها وكفيها فليس عليه معصية. بعض الفقهاء نقلوا الإجماع على أن وجه المرأة ليس عورة، يجوز لها كشف وجهها إجماعا، هكذا قال القاضي عياض وابن حجر في حاشيته التي عملها على مناسك النووي، قال هذا إجماع أن تكشف المرأة وجهها، جواز هذا إجماع، يعني ما في خلاف بين الأئمة. وإذا انعقد الإجماع بين الأئمة على شيء معناه هذا الشيء كما قرروا كما قالوا، لا يجوز أن تجتمع أمة محمد على ضلالة، على شيء يخالف الحق يخالف الشريعة. الله تعالى من جملة ما حفظ منه هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة، يعني حفظها من أن تجتمع على ضلالة. فإذا سمعتم أن مسألة أجمع عليها الأئمة معناه هذه المسألة صحيحة، لا يحتمل أن تكون غير صحيحة لأنهم أجمعوا عليها اتفقوا عليها. فوجه المرأة ليس عورة بالإجماع، يعني ما خالف إمام في ذلك. الوهابية شذوا عن المسلمين، كانوا يقولون يجب النقاب على المرأة، النقاب هو الشيء الذي تغطي به المرأة وجهها، كانوا يقولون ذلك، يقولون فرض عليك إذا رأوا امرأة أن تغطي وجهك، إذا رأوا امرأة تمشي في الطريق كاشفة الوجه يقولون لها استري عورتك استري عورتك، يعني يريدون أن الوجه عورة. وهذه المسألة فيها إجماع، يعني ما قال إمام من الأئمة إن وجه المرأة عورة. ويدل على ذلك أنه في الحج حرام على المحرمة أن تغطي وجهها بشيء يلزق بوجهها، حرام عليها تغطية الوجه على هذا النحو. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم بما أنهن لهن أحكام خاصة كان يجب عليهن تغطية كل البدن ليس كسائر المؤمنات. ففي الحج ماذا كنا فعلنا لما أخذهن الرسول إلى الحج عليه الصلاة والسلام؟ وضعنا شيئا هكذا هنا في هذه الجهة، ثم سدلنا هذا النقاب، سدلناه أنزلناه يعني من دون أن يلزق بالوجه. وكنا إذا كنا في غير حضرة الأجانب يكشفنا، يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا حضر أجنبية سدلنا هذا الستر هذا النقاب لأجل أنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لهن أحكام خاصة، أليس كل واحدة منهن تسمى أم المؤمنين؟ معناه هي لكل رجل من المؤمنين في حكم أمه، لا يجوز له أن يتزوج بها لو طلقها الرسول عليه الصلاة والسلام أو مات عنها، يعني كانت زوجة له ومات وهي تحته، فهي بالنسبة لكل رجل من هذه الحيثية من هذه الناحية كأمه، لا يجوز له أن يتزوجها. هذا ليس لسائر النساء، هذا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. فغلط القول إن وجه المرأة عورة، غلط، يعني هذا يبين للشخص الذي يقوله إن هذا خلاف ما اتفق عليه الأئمة. والآية التي فيها يدنين عليهن من جلابيبهن ليس فيها الأمر بتغطية الوجه، يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلابيب جمع جلباب، الجلباب هو ما يلبس فوق كل الثياب يقال له جلباب، قال أهل اللغة
الجلباب الملاءة، الملاءة كانوا يقولون في بيروت ملاية باللغة العامية، شيء تضعه المرأة فوق كل ثيابها، لكن لا يعنون بالملاية الملاءة التي يتغطى بها كل الجسم، كانوا يضعونها على الرأس. هذه الملاءة هي ما يقال له الآن الشادور، هذه الملاءة توضع فوق الرأس ثم هكذا فوق تغطي كل الثياب، هذه يقال لها الملاءة التي هي الجلباب. فما له دخل هذا من أمر تغطية الوجه؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. عبد الله بن عباس الذي هو ترجمان القرآن، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت أفقه النساء رضي الله عنها، وجمهور المفسرين قالوا إلا الوجه والكفين، ولا يبدين زينتهن أي النساء إلا ما ظهر منها، قالوا إلا الوجه والكفين، قالوا لأن الوجه يحتاج إليه، يحتاج إلى كشفه لتعرف هذه المرأة، أليس تأتي المرأة أحيانا إلى شخص تعامله بالبيوع، إذا لم يرى وجهها لا يعرف من هي، أليس أحيانا تكون حاضرة في مجلس ووليها يقول لخاطبها زوجتك ابنتي هذه، مثلا لو كانوا هم لا يعرفون اسمها من بين بناته لكن يرون وجهها فيعرفون أن التي كانت حاضرة والشهداء لها في النكاح هي هذه التي رأوها في مجلس العقد. واليد أيضا يحتاج إليها لمعرفة أشياء في المرأة، إذا واحد أراد أن يتزوج امرأة إذا رأى وجهها يعرف جمالها من الوجه، لأن الوجه يقول العلماء هو مجمع المحاسن، الوجه مجمع المحاسن، فإذا رأى الوجه يعني يرى في نفسه إن كانت هذه المرأة هي التي يريد أن يتزوجها أو لا، وإذا رأى الكف يعرف منه خصوبة البدن إذا كانت هذه المرأة التي هو يريد أن يتزوجها، فهذا لحكمة جاز في الشرع كشفه، إن غطته المرأة أحسن، نحن لا نقول يقبح منها أن تغطي وجهها، لكن بيان الحكم الشرعي واجب، لا يجوز أن يقال وجه المرأة عورة ويجب عليها أن تغطيه، ماذا نقول؟ وجه المرأة ليس عورة لكن إن غطته أحسن. بعض النساء من الصحابيات الأنصاريات كن يغطين عينا ويكشفن عينا، لو كان وجهها عورة ماذا يلزمها أن تغطي؟ كل الوجه، ما كان لها أن تكشف عينا. فالله تعالى لا يحب الغلو في الدين، يعني مجاوزة الحد الشرعي، الزيادة على الحد الشرعي، هذا شيء لا يحبه الله ولا يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. لما كان الرسول في الحج في منى قال لعبد الله بن عباس القط لي حصى، قال فلقطت له حصى مثل حصى الخذف، يعني مثل حبة الباقلة. فالرسول لما لقط له ابن عباس هذه الحصى، ليس يرمى في عند الموضع الجمار الصغرى والوسطى والكبرى العقبة سبع حصيات، قال عبد الله بن عباس فأعجبه ذلك، يعني أنني لقطت هذه الحصى بهذا الحجم مثل حصى الخذف، قال فأعجبه ذلك، يعني الله تعالى ألهم ابن عباس أن يلتقط الحصاة التي يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرمى بها، قال فأعجبه ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا بمثل هذا فارموا، يعني هذا الذي رأيتموني أخذته من ابن عباس بمثله رموا، يعني لا تصغروها أكثر من هذا ولا تجعلوها كبيرة. ثم قال وإياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، يعني الغلو الله لا يحبه، أهلك من كان قبلكم من الأمم السابقة أنهم غلوا في الدين في أمر الدين، زادوا عما هو في الشرع إلى أمر لا يحبه الله، إلى حد لا يحبه الله ولا يحبه النبي الذي كان في ذلك الوقت. فالرسول نهى
عن الغلو. الآن إذا واحد أراد أن يذهب إلى هناك للرجم بأي شيء يرمي، يرمي بالحصاد، كيف تكون صفة هذه الحصاد التي الرسول أحبها عليه الصلاة والسلام؟ صغيرة مثل حبة الباقلة، إذا جاء بحذاء ورماه ليس هكذا السنة. بعض الناس يذهبون فيرمي حذاءه، يظن أن يتصور أن الشيطان هناك فيرمي بحذاء أو بنعل أو بقنينة بيبسي مثلا، هذا يعني ليس سنة، ليس أمرا مشروعا، ولا يحصل به السنة ولا يحصل به الواجب. إذا كان يريد الرجم لا يحصل الرجم بهذا، لا بنعل ولا بقنينة بيبسي ولا بحذاء، إنما يحصل بالحصات. لكن الصفة التي كان يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه، فخير له أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره من الأمور التي كان يفعلها الرسول. فإذا واحد أورد عليكم هذه الآية، الوهابية هكذا كانوا يفعلون، يقولون الله قال يدنين عليهن من جلابي بهن، فورا أنتم تقولوا الجلباب ليس النقاب، إنما هو الملاءة التي تلبس فوق كل الثياب، هذا لزيادة الستر ليس من باب الوجوب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له امرأة يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان ساترا، إذا كان سابغا لظهور قدميها، يعني ساترا لظهور قدميها. الدرع هو الذي يقال له الآن فستان، فستان الطويل الذي يغطي أغلب البدن، يقال له درع، يسمى درعا. ألا يوجد فساتين تكون طويلة؟ هذه إذا كانت بحيث تغطي، الرسول يقول بحيث تغطي القدمين. ثم الخمار، ما هو الخمار؟ ما يغطى به الرأس. قال نعم. ما معنى قول النبي نعم؟ يعني تكون سترت عورتها بهذا الذي يستر بدنها إلى القدمين وبوضع الخمار، هكذا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان يجب عليها أن تغطي وجهها ما كان الرسول قال لها يكفي ذلك، يكفي يجزئك ذلك، لو كان الوجه عورة. الوجه وجه المرأة ليس عورة. ما حكم النظر إليه؟ إذا نظر الرجل بشهوة إلى وجه الأجنبية حرام، أما إن لم يكن بشهوة، إذا نظر بلا شهوة فليس عليه معصية، كذلك إذا نظر إلى كفيها. أما قدم الحرة، قدم الحرة عند أبي حنيفة ليس عورة، عند الشافعي عورة. يعني إن صلت المرأة على مذهب أبي حنيفة وقد كشفت وجهها وكفيها وقدميها، القدم فقط تصح ليس الساق، تصح صلاتها. وعند مالك قولان، الإمام مالك له قولان في قدم الحرة، على قول عنده قدمها عورة وعلى قول عنده ليس بعورة. هنا ما هو الأحوط؟ الأحوط أن تعتبره المرأة عورة، وإذا أرادت الصلاة تستره، خير لها حتى تكون وافقت كل المذاهب أحسن. في الأشياء، في الأمور التي فيها خلاف بين الأئمة، إذا الشخص أراد أن يعمل الأحوط يعمل عمله بحيث لا يكون مختلفا فيه. إذا كان مسألة قضية فيها خلاف بين الأئمة كيف يعمل، ما هو الأحسن؟ يعمل العمل بحيث يكون خارجا من الخلاف، أي موافقا للمذاهب. مثلا مسح الرأس في الوضوء، هل يجب مسح كل الرأس في الوضوء؟ اختلف الأئمة، الإمام أحمد يقول يجب كل الرأس، الإمام مالك له قول يقول يجب كل الرأس، عند الشافعي لا، وعند أبي حنيفة ربع الرأس يكفي. فما هو الأحوط؟ والسنة يمسح كل رأسه، يكون خرج من الخلاف. ثم إذا كان هذا الإنسان صلى صلاته وصار معه شيء في الصلاة، فاستفتى عالما فقال له مثلا هذا العالم صلاتك على مذهب مالك كما فعلت تصح، عند الشافعي لا تصح، فإن كان وضوءه موافقا
لمالك يقول أمشي هذه الصلاة على مذهب مالك، يكون مرتاحا، يعني يستطيع أن يقول هذه الصلاة التي صليتها وصار فيها شيء بحيث لا تصح عند الشافعي وتصح عند مالك، وأنا وضوئي وافق المذاهب الأربعة. ليس شرطا أن يقول عند الوضوء أتوضأ على المذاهب الأربعة، لا، إنما يوافق المذاهب الأربعة، يعني يأتي بما لا بد منه في المذاهب الأربعة، يأتي بالمضمضة والاستنشاق والدلك، يعمل الدلك إمرار اليد على العضو الذي يغسله، يمسح كل رأسه، يمسح أذنيه، ويعمل الدلك حتى في القدمين، يعمل الدلك يعني يمر يده على القدم وهو يغسلها، فحتى يكون موافقا للمذاهب الأربعة. هذا أحوط، يقال عن هذا أحوط وأحسن، ويكون وافق وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الوضوء يقال له الوضوء الكامل الذي يوافق وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، حبة الفول يعني. فإذا واحد قال لكم الله تعالى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمر جمع خمار، قلنا ما هو الخمار؟ ما يغطى به الرأس، فضوا هذا، الخمار ما يغطى به الرأس، والجلباب ما يلبس فوق كل الثياب، الذي يستر به الوجه ماذا يسمى؟ النقاب، النقاب يقال له النقاب. في هذه الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيوب جمع جيب، الجيب ثغرة النحر، هذا الموضع، إذا واحد وضع إصبعه هنا تحت الذقن وتحت الحنك، هنا حنك، هذا الذقن وهذا حنك، هذا يقال له حنك، هنا هذا ثغرة النحر. في الأول قبل نزول آية الحجاب النساء كنا يضعن الخمار على الرأس، يسدون طرفيه على الصدر، لما نزلت الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا الطرف الذي كان مرخا على الجهة اليمنى أخذناه هكذا ثنينه إلى الجهة اليسرى، ثم الذي في الجهة اليسرى عطفناه إلى الجهة اليمنى حتى تغطى هذا، حتى تغطى كل هذا، يعني الحنك يغطى لأن الحنك عورة، مما يستدل به لتعليم النساء أنه لا يجوز كشف هذا، شيء سهل يقال لهن في الوضوء هل يجب غسل هذا؟ لا. ما هو الذي يجب غسله؟ الوجه، لو كان هذا من الوجه يجوز كشفه لوجب غسله في الوضوء، لا يجب غسله في الوضوء، فإذا يجب تغطيته أمام الأجانب لأنه ليس وجها، الوجه ما هو حده من منابت الشعر عادة إلى ما أقبل من الذقن، والذقن هو مجتمع اللحيين، ومن الوتد إلى الوتد، من الأذن، من وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا، هذا حد الوجه، هل هذا يدخل فيه هذا الموضع؟ لا. فالنساء التي في مصر كثيرات ماذا يفعلن؟ ترفع الخمار حتى يظهر هذا، حتى تضع الحلق هنا في أذنها في شحمة الأذن، تكشف إلى هذا الحد، وهي تظن أنها تستر العورة بهذا. كشف الأذن حرام، إذا كشفت الأذن، لو كشفت شيئا منها لا يجوز لها، وهذا الموضع أيضا كشفه للمرأة الحنك لا يجوز. القاضي عياض نقل الإجماع على أن وجه المرأة ليس عورة، القاضي عياض وابن حجر، ابن حجر عمل شرحا على كتاب سماه الإيضاح، الحافظ النووي عمل كتابا في المناسك، مناسك الحج والعمرة، هو عمل حاشية عليه سماها الإيضاح، إيضاح مناسك، المناسك للنووي، في هذه الحاشية يذكر القاضي عياض قال لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها إجماعا، هو ابن حجر ينقل هذا ويوافقه، يوافق
القاضي عياضا في هذه المسألة، وهي ما فيها خلاف بين الأئمة. وإلى ما عدا الوجه والكفين ولو بغير شهوة، يعني إذا نظر إلى أي شيء من المرأة الأجنبية ما عدا الوجه والكفين حرام لو كان بغير شهوة، أما إلى الوجه والكفين يجوز إلا إذا كان بشهوة فيكون حراما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وزن العينين النظر، رواه البخاري. معناه من مقدمات الزنا ما يحصل من الشخص من النظر المحرم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية، معناه أغلب العيون تنظر النظر المحرم، أغلب العيون، هذا معنى كل عين زانية، ليس معناه حتى عيني تنظر النظر المحرم، لا، كل عين زانية معناه أغلب العيون مبتلاه بهذا، أي بالنظر المحرم. حتى بعض رواة الحديث لما روى الحديث وهو له عين فقط يرى بها والأخرى لا يرى بها، وكان رجلا كبيرا يروي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ذكر هذا الحديث قال يريد تصديق الرسول، قال: أنا رجل كبير وأرى بعين واحدة وعيني تنظر، يريد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أكثر الناس ابتلي بهذا، أما الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحصل منه مثل هذا. فكلمة كل تأتي في بعض المواضع لمعنى أكثر، أغلب، تأتي لهذا المعنى، ليس دائما معناها الشمول المطلق، لا، أحيانا يكون المعنى الأغلب الأكثر. هنا قصد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله كل عين زانية أن أغلب العيون تنظر النظر المحرم، وقصد بقوله وزن العينين النظر أن النظر المحرم من مقدمات الزنا، ليس معناه أن النظر المحرم زنا، لا، هذا قبل مرتبة الزنا بكثير. كذلك لما قال الرسول وزن اليد البطش، البطش معناه الأخذ باليد، معناه إذا صافح الأجنبية هذا من مقدمات الزنا. وزن الرجل الخطى، يعني إذا مشى للفجور للفاحشة بامرأة، هذا المشي هذا من مقدمات الزنا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني إن حصل الإدخال الجماع بين هذا الرجل والمرأة الأجنبية حصل الزنا، إذا لم يصل إلى هذا الحد يكون وقع في المقدمات. الزنا من أكبر الكبائر، أما المقدمات ليست في حد، يعني ليست كالزنا من حيث عظم المعصية. الزنا من أكبر الكبائر، أكبر معاصي الفرج الزنا واللواط، هاتان المعصيتان أكبر معاصي الفرج. ماذا يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي؟ يجوز لها أن ترى منه ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة، يعني المرأة إذا نظرت للأجنبي يجوز أن تنظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، أما ما بين السرة والركبة لا يجوز أن تنظر من الرجل. وقال بغير شهوة، يعني إذا نظرت إلى أي شيء من الرجل بشهوة حرام، لو كان إلى غير ما بين السرة والركبة لا يجوز لها أن تنظر بشهوة. الشهوة معناه اللذة، يعني إذا واحد كان ينظر مثلا إلى وجه امرأة ثم لا يريد الشهوة، ثم وجد شهوة، وجد لذة، يجب عليه صرف نظره. كذلك إذا كانت المرأة تنظر إلى وجه رجل أجنبي ثم وجدت لذة، وجدت شهوة في النظر إلى وجهه، يجب عليها أن تصرف نظرها. وكذلك الكلام، كانت تكلم أجنبيا في غير معصية ثم وجدت أنها تلتذ بسماع صوته، يجب عليها أن تنقطع عن هذا. وكذلك العكس، امرأة كانت تكلم رجلا في غير معصية ثم هذا الرجل وجد لذة في سماع صوتها، يجب عليه أن يقطع ذلك، إن استمر
يكون وقع في المعصية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، فإن لك النظرة الأولى وليست لك الثانية. إنسان نظر إلى وجه امرأة يجوز أن يستديم النظر ما لم يجد شهوة، فإذا وجد شهوة هذه النظر التي فيها شهوة لا يجوز له أن يستمر فيها، يقطع يصرف نظره عنها. ما حكم كشف الرجل أو المرأة السوأتين في الخلوة؟ يحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة، يعني إذا كان الرجل وحده أو كانت المرأة وحدها ليس معه غيره، ليس معها غيرها، لا يجوز لها أن تكشف، المرأة لا يجوز لها أن تكشف في الخلوة بلا حاجة ما بين السرة والركبة. أما الرجل في الخلوة لا يجوز له أن يكشف بلا حاجة السوأتين. أما إن كان لحاجة كالتبرد في الحر مثلا أو الاغتسال أو غير ذلك من الحاجات فيجوز له ولها كشف كل البدن في الخلوة. أما إن كان لا يوجد حاجة، لا يوجد سبب، لا يجوز أن تكشف المرأة في الخلوة ما بين السرة والركبة، ولا يجوز للرجل أن يكشف في الخلوة بلا حاجة السوأتين أي القبل والدبر. ويجوز لحاجة، والحاجة كالاغتسال والتبرد ونحوهما، يريد أن يغير ثيابه مثلا التي تسمى الثياب الداخلية فتنكشف العورة المغلظة بذلك، هنا له سبب، لا يقال لا يجوز لك ذلك، هنا له سبب. اكتبوا له بارك الله فيكم: عورة الرجل في الخلوة السوأتان، عورة الرجل في الخلوة السوأتان، والمرأة ما بين السرة والركبة، والمرأة ما بين السرة والركبة. كذلك المرأة إذا كانت في حضرة امرأة، المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة، يجوز لها أن تكشف بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة. لو كانت أختها، لو كانت أمها، لو كانت جارتها، لو كانت جدتها، لو كانت أم جدتها، ما هو الذي يجوز أن تكشفه أمامها؟ تكشف كل البدن ما عدا ما بين السرة والركبة. كلكم يعرف عادات الجاهلات في بلادنا، لا تجد حرجا في كشف الفخذ أمام أمها، أمام جارتها، أمام أختها، أمام خالتها، بل إن نهيت عن ذلك تستغرب، تتعجب من الذي يقول لا يجوز أن تكشفي الفخذ في حضرة والدتك، تقول ما هي أمي، لا يجوز أن تكشفي الفخذ في حضرة أختك، تقول ما هي أختي، أو تقول هذه جارتنا نعيش مع بعض منذ 20 سنة أو منذ 30 سنة. الحكم الشرعي لا يتغير، إن كانت أما أو أختا أو جارة تعرفها من أمد بعيد أو عرفتها من جديد، هذا هو حكم الشرع. لكن هم لأنهم ما تعلموا وما سألوا أهل العلم يسترسلون في المعاصي. أليس مشهور في بلاد الشام، يمكن وفي غير بلاد الشام، أن المرأة كانت إذا أرادت الصلاة وهي تلبس الثوب الذي تلبسه في البيت لا تغطي يديها ولا تغطي ساقيها، هكذا عادة في البيت، كانت تأتي بقطعتين، قطعة تسمى التنورة والأخرى تسمى غطاء الصلاة، فتضع الذي يسمى غطاء الصلاة وساعدها منكشف، الساعدان منكشفان، والعورة كيف يجب أن تغطى؟ قال ماذا يقول الشيخ والفقهاء، ماذا يقولون من جميع الجوانب لا من الأسفل، أين نهاية العورة بالنسبة للمرأة؟ القدم، هذا نهاية العورة عندها. وأين نهاية العورة نزولا يعني بالنسبة للرجل؟ عورته قلنا ما بين السرة والركبة، يعني إلى جهة الركبة، فإذا تغطى عنده إلى هنا، لو كان لم ينزل الإزار ولم يغطي به الساق، غطى إلى عند الركبة،
بالنسبة للرجل صح ذلك، تغطت العورة. بالنسبة للمرأة إذا وضعت ما يسمى غطاء الصلاة، بحيث لو نظر إنسان من جهة وسطها يرى ساعديها، هل تغطت عورتها للصلاة؟ لا. وأغلب النساء كن يفعلن هذا، أنتم تعرفون من أهاليكم، من النساء، من منتشر هذا كان في بلاد الشام، وما زال منتشرا في بلاد الشام. لكن الشيخ عبد الله رحمه الله لما صار يعلم الناس الفقه ويعلمهم أحكام الشريعة، عرف كثير من الناس أشياء ما كانوا يعرفونها. ليس هو جاء بشيء جديد، لا، لكن هم لبعدهم من علم الدين استغربوه. هو ليس شيئا جديدا، هو شيء موجود نص عليه الفقهاء، نص عليه العلماء، لكن هم ابتعدوا من مجالس أهل العلم، ابتعدوا من علم الدين، فوصلوا إلى هذا. ماذا يجوز للرجل أن يرى من محارمه؟ المحارم يعني كالأم والأخت، العمة، الخالة، الابنة، بنت الابنة، بنت الابن، هؤلاء يسمين المحارم. نقول هؤلاء المحارم، لا يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة من هؤلاء. الرجل يجوز أن ينظر من محارمه إلى ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة. يعني إذا كان مع بنته وغطت ما بين السرة والركبة، أو مع أمه أو مع جدته أو مع أخته أو مع بنته أو مع بنت ابنه أو مع بنت بنته، وغطت ما بين السرة والركبة ونظر إلى ما عدا ذلك بلا شهوة، ليس حراما. يعني عند الجهال إن كشفت فخذها عندهم أهون مما لو كشفت ظهرها مثلا أمامه أو صدرها، لأنهم ما تعلموا أحكام الشريعة. أما إن كانت مرضعة فتكشف حتى أمام الجيران الرجال. تعودنا أشياء يتناقلنها، يعني ترى هي رأت جدتها مثلا ترضع أمام الجار عادي، صارت ترضع، أو في البرية مثلا والرجال يسرحون ويمرعون، ترضع، تقول هذا إرضاع، ما كأنه ليس عورة، تعودنا على هذا. ثم الأم فعلت، ثم البنت فعلت، وهكذا، يعني هكذا يتناقلنا هذا من جاهلة إلى جاهلة، من جاهلة إلى جاهلة. ثم إذا أنكر عليهن يستغربنا، يا أمي كانت تفعل، تقول أمي كانت تفعل، تقول جدتي كانت تفعل. أنا بعضهم يقول أنا والدي كان شيخا، ما كان ينكر على أمي هذا. وهو أكثر الذين يسمون مشايخ في هذا العصر من الجهال، في الحقيقة من الجهال، ليسوا من أهل العلم الحقيقيين. أهل العلم الحقيقيون صاروا ندرة، صاروا نادرين في هذا العصر، ما عادوا كثرة، صاروا قلة قليلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور العلماء. يعني ليس هذا العلم يكون في صدر العالم ثم ينزع من صدره، قال: ولكن يقبض العلماء، يعني الله تعالى يتوفى العلماء، يموتون. فلما يحصل ذلك، لما يصير قلة أهل العلم، قلة بين الناس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني ينصبون عليهم رؤوسا جاهلين باسم المنصب الديني، يعني فيستفتونهم، أليس هم المرجع عندهم الذين نصبوهم لهذا؟ فيستفتونهم، أي يسألونهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيفتونهم بغير علم، فيفتونهم بغير علم لأنهم جهال. قال عليه الصلاة والسلام: فيضلون ويضلون. هنا هذا شاهد كبير، حين تعلمون الناس قولوا لهم هذا، الرسول قال: فيضلون ويضلون. ما قال الرسول: ما على المستفتي ذنب لأنه استفتى هذا الذي هو رأس جاهل. قال عليه الصلاة والسلام: فيضلون ويضلون، يعني ضل الذي استفتى وضل المفتي، الذي استفتى وعمل بفتواه ضل هلك، وذاك الذي أفتاه بغير علم هلك. ما قال الرسول: ذنبه على مفتيه. الجهال يوم ماذا يقولون؟ شو دخلني؟ يقول: أنا ما ذنبي، أنا سألت شيخا على رأسه لفة،
هو أجابني بهذا ذنبي يقول على جنبه. قال الله تعالى: تذكروا هذا، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. إذا قالوا لكم شو ذنبي، أو قال لك ذنبي على جنبه، هكذا يقول جهلة العوام، قل له قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وإذا قال شو دخلني، المفتي أفتاني عملت بفتواه، قول له الرسول قال: فيضلون ويضلون، يعني يضل المستفتي ويضل المفتي. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى ماذا يجوز للمرأة المسلمة أن ترى من المسلمة؟ يجوز لها أن تنظر إلى ما عدا ما بين سرتها وركبتها، يعني امرأة مسلمة مع امرأة مسلمة، إن كانت من الأرحام أو من غير الأرحام، إن كانت قريبة لها كأم وأخت وبنت، أو ليست قريبة لها، الحكم هو هو. يجوز لها أن تنظر إلى ما عدا ما بين سرتها وركبتها. لو كانت تتوضأ ليس لها أن تكشف فخذها أمام بنتها أو ابنها، تقول أتوضأ. لو كانت تلف ورق العنب أو الملفوف أو اللحم بعجين، تقعد وتبدي ما تبدي من عورتها، فتعتبر أن هذا كأنه لا شيء، أنه أمر عادي. وإذا أنكر عليها تستغرب، إذا قيل لها هذا لا يجوز تستغرب. عرفتم لماذا تستغرب؟ لأنها نشأت على هذا بالجهل، فإذا أنكر عليها ما هو محرم مما تعودته تستغرب، وقد تستنكر، تنكر على المنكر لجهلها وبعدها من العلم، قد تنكر على المنكر. أليس تعود الناس مصافحة الأجنبية؟ حتى بعض المشايخ يصافحون الأجنبية، فإذا قيل لهم لا يجوز يقولون إنما الأعمال بالنيات، يضعون الحديث في غير محله، يضعون الحديث في غير محله، إنما الأعمال بالنيات عن الطاعات، إذا أراد الشخص طاعة لا تكون مقبولة إلا بالنية، إذا أراد صلاة أو زكاة أو حجا أو عمرة أو صوما لا بد فيه من نية هذا العمل حتى يكون مقبولا صحيحا مجزئا له، لا بد من نية. يعني إذا إنسان عنده مال حمل هذا المال، رأى فقيرا مستحقا للزكاة أعطاه، ما نوى الزكاة، ثم ذهب إلى البيت قال ها أنا علي الزكاة، نويت الزكاة، أيوه فعلت، خرج المال من ملكك بتصدقك على الفقير، ما عاد ملكا لك، كيف تقول أن نويت؟ متى كان عليك أن تنوي؟ عندما أعطيته أو عندما أفرزته، إن شئت يعني أفرزته تقول هذا زكاة، أو عندما أعطيت تقول هذا زكاة في نفسك في قلبك يعني. فإنما الأعمال بالنيات ما له دخل بهذا، المعصية لا تنقلب طاعة بالنية، مثل الكذب. مش مرة واحد نيسان، أليس تعود أهل بلادنا الكذب في واحد نيسان ويعتبرونه شيئا حلوا الجهال، فإذا كلموا ماذا يقولون؟ إنما الأعمال بالنيات، قصدنا كذبة بيضاء، كمان ألفوا يقولون كذبة بيضاء. هل سمعتم في الشرع كذبة سوداء وكذبة بيضاء؟ الكذب كذب حرام، إن كان بنية المزح وإن كان بنية الجد، إن كان بنية الإضرار بمسلم وإن كان بنية إضحاك المسلم، الكذب كذب لا يجوز، لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. تعودوه وصاروا يقعون فيه. الآن يعني أعرف عن كثير من الناس الذين هم غارقون في المسلسلات، إذا نظروا إلى المسلسل قد يقول قائل يصيرون عائشين معهم في المسلسل ويتكلمون بالكذب وكأنهم لا يشعرون. تقول لها هذا من؟ فتقول لها هذا زوجها. طب وذاك من؟ تقول هذا خالها. وتقول وهذا؟ تقول هذا المجرم الذي سيأتي لقتله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا هذا، هذا ليس هذا زوجا لها، ولا ذاك خال أو أخ، وليس هذا بمجرم بحسب الظاهر يريد القتل. كل هذا ماذا يسمى؟ التمثيل. لكن الناس العوام ماذا تعودوا؟ تعودوا أن يقعوا في الكذب في هذا ولا يشعرون بذلك، وإذا نبهوا يقولون كأنهم كانوا نائمين. كم معصية يقعون وهم يشاهدون
ويذمون مسلما ويقعون في غيبته ويقعون في شتمه وأحيانا يقعون في الكفر وهم لا يشعرون. الكافر إذا واحد كافر ليس له حرمة عند الله، إذا قتل كافرا ما هو ليس له حرمة عند الله. فبعض الناس أثناء النظر إلى هذه المسلسلات يكون حرب بين كفار يقتل بعضهم بعضا، ما لهم وزن عند الله تبارك وتعالى. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فبعض الناس ماذا يقولون؟ يا حرام قتلوا، أو يقولون مجرم قتلوا. لا يقال هذا، لا يقال هذا، لا يقال يا حرام قتلوا ولا يقال مجرم قتلوا. أليس كثير من الناس يقعون في مثل هذا؟ فنبهوهم وعلموهم، قولوا لهم قد يقع الإنسان بسبب هذا في الكفر وهو لا يشعر. الله تعالى كما جعل الدخول في الإسلام سهلا بكلمة الشهادتين، جعل الخروج منه سهلا بكلمة الكفر. يعني معنى سهلا أي يقع بكلمة قليلة يقع الإنسان فيها في الكفر ويخرج من الإسلام. إن بعض الناس يقول بكلمة صرت كافرا، قل له بكلمة تصير مسلما وهي الشهادة، إن نطقت بالشهادتين مع الاعتقاد الصحيح والتخلي عن الكفر. يعني هنا بكلمة يصير كمسلما بالنطق بالشهادتين، وذاك بكلمة صار كافرا التي فيها تكذيب الشرع، التي فيها تكذيب الرسول، التي فيها احتقار الجنة أو تكذيب حكم شرعي. النظر بالاستحقار إلى المسلم ما حكمه؟ يحرم النظر بالاستحقار إلى المسلم، يعني إذا نظر إليه لو لم يتكلم، النظر الذي يدل على أنه يحقره لصغر سنه مثلا، أو لضعف جسمه، أو لأن وظيفته ليست عالية في الدولة مثلا ينظر إليه نظر الاحتقار، أو لكونه فقيرا وهو من الأغنياء، هذا حرام. هذا النظر يؤذي المسلم، لذلك لا يجوز النظر للمسلم نظر الاحتقار ولو كان بلا كلام. تعرفون ما معنى هذا النظر؟ أليس أحيانا بين الإخوة يحصل في البيت، أحيانا شخص يتخاصم مع أخيه في البيت أو مع أخته فينظر إليها نظر الاحتقار، إن كان بالغا عليه معصية، إن كانت بالغة ونظرت إلى أختها أو إلى أخيها نظر الاحتقار عليها معصية. وما درجة هذه المعصية؟ إن كان الإذاء شديدا فهي كبيرة. أحيانا الشخص يتأذى تأذيا شديدا بنظر الاحتقار، يحترق قلبه من هذا النظر ولو بلا كلام. فعلموا أولادكم من صغرهم أن يعاملوا إخوانهم، أن يعاملوا الأخوات، أن يعاملوا الأستاذ الذي يدرسهم بمعاملة حسنة. الشخص اليوم الذي يريد أن يعلم الناس يحتاج للصبر والحلم حتى يستطيع أن يصل إلى تعليمهم، لكن هو مطلوب من هذا المتعلم أن يحترم الذي يعلمه. يروى عن سيدنا علي أنه قال من علمني حرفا كنت له عبدا، يعني الذي يفيدني بحرف أنا أكون خادما له، هذا معناه. من علمني حرفا كنت له عبدا، يعني الذي يعلمني حرفا أستفيد منه أنا أكون خادما له، أي أكافئه على ذلك بالخدمة. اليوم لو سألتم المعلمات والمعلمين في المدارس ما يعانونه من الطلاب والطالبات، كأنه يذهب ليعذب. الأستاذ في الأول كان التلميذ يخاف من المعلم والمعلمة، الآن صار الأستاذ يذهب وهو يحمل الهموم على ظهره، الآن كيف سيعاملني هؤلاء الطلاب، كيف ستعاملني هؤلاء الطالبات، اليوم ما قدر الإيذاء الذي سيحصل منهم. بينما ينبغي أن يكون هذا الطالب محترما لهذا الأستاذ الذي يعلمه ما ينفعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا يعني ليس على نهجنا، ليس على طريقتنا، من لم يوقر كبيرنا. قال الشيخ عبد الله رحمه الله
الكبير يقدم في المجلس والكلام، يعني إذا دخل كبير للمجلس الآخرون يقدمونه في المجلس والكلام، يعني يقعدونه، يقوم الشاب يقعد الكبير. الآن لا يقعد أمه ولا يقعد والده من شدة البعد من تطبيق أحكام الشريعة. والرسول قال ويرحم صغيرا، الصغير يرحم، يعامل بالرحمة، ويعرف لعالمنا حقه، يعني الإنسان الذي هو عالم له حق، ويعامل هذا الإنسان الذي هو عالم بما يليق بحاله. هذا يعلم الناس الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، يعني الله تعالى يرفع الذين يعلمون الناس الخير درجات، والملائكة يدعون لمعلم الناس الخير الذين يعلمون الخير. الله يلهم الملائكة تستغفر لهم، تدعو لهم، حتى الحيتان في البحر، يعني حتى السمك الذي في البحر الله تعالى يلهمه ذلك. الله تعالى يخلق في بعض المخلوقات ما شاء من الإحساس والشعور وغير ذلك، مثل ما خلق الله تعالى إحساسا وشعورا في العرش لما مات سعد بن معاذ. الله خلق في العرش شعورا وإحساسا، اهتز العرش لما مات سعد بن معاذ، هذا من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومات شهيدا من أولياء الصحابة، جمع بين الولاية والعلم والشهادة. ماذا يقولون في بعض الكتب؟ يقولون كلاما لا يعقل أن يقوله الرسول، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضغطة القبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، يعنون سعد بن معاذ الذي هو من أولياء الصحابة ومات شهيدا. قال الرسول اهتز العرش لموته عن سعد بن معاذ هذا، فكيف يعقل بعد هذا الكلام أن يقول الرسول لو نجا منها أحد لنجا منها سعد؟ نقول هذا غير معقول، الرسول لا يقول كلاما يكذب ما هو قرره في الشرع عليه الصلاة والسلام. كذلك خلق الله تعالى شعورا في جبل أحد، كان الرسول واقفا على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز جبل أحد، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين، والأمر كما قال الرسول. أبو بكر الصديق وعمر تعرفون مات شهيدا، وعثمان أيضا قتل ظلما مات شهيدا، فهذا صار فيه شعور، صار فيه إحساس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، وكل مسلم يحبه، يحب جبل أحد، لما يراه ينشرح قلبه لرؤيته، سينقل إلى الجنة. إذا واحد تصور ذلك أن هذا الذي أنظر إليه جبل سينقل إلى الجنة يشعر بفرح وسرور. لذلك قال الشيخ عبد الله رحمه الله النظر إلى جبل أحد نعمة، إذا واحد تيسر له أن ينظر إلى جبل أحد هذه نعمة. ما معنى يحبنا؟ أي خلق الله في جبل أحد شعورا حقيقيا بدون روح، ليس فيه روح، فصار يشعر بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله قادر على كل شيء. هذا الجذع الذي أخذ، جذع النخل ليس مزروعا، كان يستند إليه الرسول في خطبة الجمعة لما عرض عليه المنبر وعمل له ورقيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ما زال هذا الجزع في ناحية من نواحي المسجد، سمع له أنين كأنين الطفل الذي يبكي يريد أمه صوت طلع منه. هذا معناه الله خلق فيه شعورا وإحساسا وإدراكا بلا روح، فشعر بالحنين للرسول صلى الله عليه وسلم. الله قادر على أن يخلق في جماد شعورا وإحساسا دون أن يكون فيه روح، ليس شرطا لحصول الإحساس والشعور في الشيء أن يكون فيه روح. الله أجرى العادة أن يكون هؤلاء البشر والجن والملائكة أن يكونوا أحياء إذا كانت فيهم الأرواح،
فإذا خرجت الأرواح من أجسادهم صاروا أمواتا. الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، قادر أن يخلق في جماد إحساسا وشعورا بدون وجود الروح فيه. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه، معطوف على ما قبله. النظر في بيت الغير ما حكمه؟ النظر إلى بيت الغير بغير إذنه، أي مما يكره أن يطلع عليه أحد، حرام. يعني هو عرف أن هذا يكره أن يطلع على شيء من بيته، فصار ينظر ليطلع على شيء من بيته، لا يجوز له ذلك. كإنسان عمل لبيته سورا فصار يرتقي السور حتى ينظر، وهو لما عمل السور؟ معناه كأنه يقول للناس لا تنظروا إلى بيتي، لما عمل سورا؟ هذه العادة يعني. أو يعمل بوابة حديد ثم يضع عليها بلاستيك حتى لا يرى الناس، فيأتي شخص وينظر من ثقب مثلا في هذا البلاستيك أو في الحديد، معناه هو من تصرف صاحب الملك عرف أنه لا يرضى. أما إن كان شيئا يرضى الاطلاع عليه، أن يطلع غيره عليه، يجوز. أما إن عرف أنه لا يرضى لا يجوز. كالنظر من نحو شق الباب، أليس بعض الناس وهم نازلون في الدرج أحيانا يكون الكهرباء منقطع، الكهرباء، فالناس تفتح الباب من أجل الهواء، وبعض الناس ينظرون هكذا، أو من شق الباب ينظرون، أو من ثقب فيه، رأى ثقبا في الباب يصير ينظر، هذا لا يجوز له ذلك. مما يتأذى به صاحب البيت، يعني يعرف أن صاحب البيت لا يرضى ومع ذلك نظر، فهذا حرام. وكذلك يحرم النظر إلى شيء أخفاه، يعني إذا إنسان عرف أن هذا الإنسان أخفى شيئا فصار يريد أن ينظر إلى ما أخفاه، فتح مثلا خزانته، خزانة أخيه مثلا، وأخوه أخفى أشياء فيها وصار ينظر إليها، لا يجوز له ذلك، أي البالغ يعني لا يجوز له ذلك. حتى لو كان هذا الشيء لأبيه أو أمه وعرف أنه لا يرضى أن يطلع عليه فصار يذهب يفتح ليرى، لا يجوز له ذلك. الأم لا يجوز إلا إذا كان خشيت مفسدة على ولدها. يعني سألت الشيخ رحمه الله، إذا الأب أو الأم خشي على ولده من أنه ينساق مع فاسدين، مثلا أحيانا الولد من غير أن يشعر يأخذه آخرون إلى الحشيشة، هذا الآن يحصل كثيرا، فصار يبحث في أغراض ابنه أو ابنته حرصا عليه، خوفا عليه مما يحصل من المفسدين. قال الشيخ يجوز له ذلك إن خشي، يعني خشي عليه أن بعض المفسدين يجرونه إلى أشياء فاسدة كحشيشة أو غيرها يعني، فنظر يجوز له ذلك. أما بلا سبب، إن كان الولد يكره وهذا ملك له لا ينظر، ليس له أن ينظر، أما لسبب ينظر. فهذا الأب عادة ينظر لسبب، في مثل هذا لسبب يكون. نعم، قلت الأب والأم، الأب والأم في هذا حكمهما واحد. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.